حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أحببت في هذه العجالة أن أتأمل معكم هذا الموقف الذي كل واحد منا لابد أن يتعرض له. كل نفس ذائقة الموت، إذن الموت هو المصير المؤكد الذي ينتظر كل مخلوق في الكون، كل من عليها فان. هذا الموقف هو يوم الحسرة، يوم الحسرة حذرنا منه الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة أيها الأحبة هو يوم الموت. هل تريد أن تختم أيامك هذه التي أنت تستمتع وتأكل وتفرح وتسعى، هل تريد أن تختمها بيوم الحسرة، تختمها بالحزن والأسى؟ لماذا سمي يوم الحسرة أيها الأحبة؟ لأن الندم لا ينفع والحسرة لا تنفع، وليس هناك من يعينك أو يدافع عنك إلا إذا كنت مسبقا أعددت العدة لهذا اليوم. يعني إذا كنت جهزت نفسك لهذا اليوم، لديك الزاد، لديك الأعمال الصالحة، لديك الصبر، لديك الإنفاق، لديك حب الخير للناس، لديك العبادات، لديك الدعاء، لديك حسن الخلق، هذا هو الرصيد الذي يجعل من هذا اليوم يوم فرح. ينقلب يوم الحسرة عند البعض إلى يوم فرح عند المؤمن، وهم قليل للأسف، وقليل من عبادي الشكور. لذلك أخي الحبيب، كن أنت من القلة التي تفكر بهذا اليوم. للأسف معظم الناس غافلون، معظم الناس لاهون، معظم الناس للأسف سيتعرضون ليوم الحسرة إلا ما رحم ربي. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الذي ينسى الله أيها الأحبة سيتعرض ليوم الحسرة. الذي لا يصلي ولا يتذكر الله سيتعرض ليوم الحسرة، لأن الله تعالى يقول: نسوا الله فنسيهم. لا تصلي، لا تذكر الله، لا تخشى الله، في معاملاتك تأكل الربا، لا يهمك، المهم الدنيا، في حياتك تأكل المال الحرام، أيضا لا تهتم، لأن الذي يهمك الدنيا، لا تهتم بالآخرة، بل لا تتذكر الآخرة، تنظر إلى ما حرم الله، تؤذي الناس، لديك المال ولا تنفق ولا تساعد الفقراء، أعطاك الله علم ولا تنشر هذا العلم، لا تدعو إلى الله، لا تتذكر القرآن، لا تحفظ القرآن ولا تقرأ القرآن. طيب أنت إذا كان هذا حالك ستتعرض إلى ذلك اليوم، يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. سيقضى الأمر ونحن لا نعلم أيها الأحبة. يعني ربما أنا أمامكم، ربما قضي أمري بعد يوم أو بعد دقيقة وأنا لا أعلم، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. طيب ما هو الثمن؟ لماذا تبيع الآخرة بالدنيا؟ لماذا تستغني عن الآخرة بالدنيا؟ ما هو الثمن حبك وعملك لهذه الدنيا؟ ما هو الثمن؟ يوم الحسرة، وبعد يوم الحسرة هناك عذاب وهناك غضب من الله، وهناك والعياذ بالله عرض على النار في عالم البرزخ.
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك أيها الأحبة، يعني هذا إنذار من الله لنا، لأنه يحبنا، يريد لنا الخير، لا يريد أن يعذبنا. وما الله يريد ظلما بالعباد أو للعباد، الله لا يريد أن يظلم أحدا، يريد أن يدخلنا الجنة، يريد أن يتوب علينا، يريد أن يطهرنا. ولكن للأسف هناك أنفس خبيثة تتعلق بالدنيا وتكره الآخرة، نفس تتولى الكافر وتترك المؤمن وتترك الله سبحانه وتنسى الله عز وجل. لذلك والله أيها الأحبة، أنا أنصح أن نقرأ هذه الآية، أن نتذكرها على الأقل كل يوم مرة، يعني كل يوم تذكر هذه الآية ولو مرة واحدة، احفظها كما تحفظ اسمك، لأن اسمك سيزول بعد الموت، سيصبح الميت فلان، سيزول اللقب والمنصب والمال والأهل والاسم وكل شيء والشهادات واحترام، كل شيء سيزول، ستسمى الميت، اسمك ميت. وبالتالي أيها الأحبة، ابدأوا منذ هذه اللحظة بفعل الخير، احفظ هذه الآية وتذكرها كل يوم، لتكون وسيلة لك لتعمل من أجل ذلك اليوم الذي قد يأتي في أي لحظة. هو يأتي غفل وأنت غافل، يأتي بغتة، الموت لا يأتي إلا بغتة أيها الأحبة، بشكل مباغت أو مفاجئ. لذلك أحبتي في الله، احفظوا هذه الآية وابدأوا بالأعمال الصالحة منذ هذه اللحظة. إذا كنت تارك للصلاة أسرع وصلي ولو ركعتين لله سبحانه وتعالى، هاتين الركعتين قد يدخلاك الجنة. إذا كنت تعصي أباك وأمك، أسرع وحاول أن تحسن إليهما ولو قليلا. إذا كنت مثلا تعلم أن هناك إنسان بحاجة للمساعدة، ساعده ولو بالقليل، سيكون هذا، ربما يكون هذا العمل البسيط سببا في دخولك الجنة. نكرر هذه الآية أحبتي في الله ونختم بها، أرجو أن نحفظها ونتذكرها كل يوم، وننتبه أن الموت لا يأتي إلا بغتة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.